ولمناقشة ارتفاع معدلات الجرائم في العراق وأسباب تلك الجرائم وتداعياتها في ظل التقارير الدولية الأخيرة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. مرحبا بك معنا. حياك الله أخي الكريم. سيادة العميد، بحسب الإحصائيات الدولية الأخيرة فإن العراق يصنف الأول عربيا والثامن عالميا في نسب الجريمة المنظمة، ما الذي أوصل الأوضاع في البلاد إلى هذا الحد؟ أخي، الجريمة المنظمة من الجرائم الطارئة على العراق اللي تنامت وانتشرت بعد الاحتلال، ومن أوصل العراق إلى أن يصنف الأول عربيا والثامن عالميا في نسبة الجريمة المنظمة هو احتلال عام 2009 والثوابت التي فرضت عليه اللي متمثلة بالولاية الأمريكية العامة والولاية الإيرانية الخاصة وإدارة الدولة من قبل زعامات حزبية مسلحة لم ولن يكونوا رجالات دولة، واجتثاث الدولة وسيادتها بشقيها الداخلية والخارجية. هذه الثوابت جعلت العراق يعيش حالة لا دولة ولا استقرار ولا سيادة ولا أمن. نعم. تكون مخرجاتها انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب الموجه بمختلف أشكاله، واللذان كلاهما يهددان الأمن المجتمعي والسلم الأهلي في ظل غياب القانون وتكييف القضاء. ومن هنا فالعراق لم ولن يكون آمن بوجود هذا النظام الذي يدار من أحزاب ولائية تؤمن حاضنات الجريمة المنظمة بنوعها المحلي والأقليمي. نعم، كيف يفهم ذلك سيد خليل في ضوء مخصصات الأمن في الموازنات المالية منذ الاحتلال وحتى اليوم، والتي تقدر بالمليارات تنفق على التسليح والتجهيز والتدريب؟ يعني إذا لم يظهر أثر تلك المخصصات المالية التي تصرف على الأجهزة الأمنية في محاربة الجريمة المنظمة، فأين يظهر؟ أخي، الأمن هو منظومة مهنية متكاملة في وفر سياقات وأوامر وقوانين ومعلومات، وفيها قضاء يراقب ويحاسب، غاية تأمين الحماية الداخلية والخارجية للفرد والمجتمع والدولة. نعم. ومن هنا تخصص له الميزانية المناسبة. لكن في العراق الأمر يختلف، الميزانية هي الشماعة التي يعلق عليها فشل النظام السياسي في العراق والجلسة الأمنية، وهي ذات الوقت المنفذ الذي يمرر من خلاله فساد الفاسدين وتمويل أحزاب وميليشياتها. فالعلة الحقيقية إذن ليست في الميزانية التي تقدر بالمليارات، بل بمفهوم العقيدة الأمنية المستوحاة من نظام الحكم في العراق، واللي هي انعكاس لعقيدة الأحزاب المتحالفة اللي أغلب قياداتها زعامات ميليشياوية. لذلك مخرجاتها بالتأكيد ستكون إحراز العراق مواقع متقدمة عربية ودولية في الجريمة المنظمة. نعم، هذه الجريمة المنظمة لا تبدو فقط في المجتمع العراقي، إنما أيضا لها عمق آخر سنتعرف عليه في السؤال التالي، وهو مسألة ربط الفساد الحكومي مع تنامي الجريمة في العراق في ظل اتساع ظاهرة فقدان السجلات الجنائية من أرشيف وزارتي الداخلية والعدل بشكل مستمر. يعني هذه أصبحت سمة عامة في العمل الأمني وفي العدل هناك. الفساد هو أخطر بيئة حاضنة لعصابات الجريمة المنظمة، لذلك من الصعب جدا الحد من تأثير وانتشار الجريمة دون الحد من مظاهر الفساد المنتشرة بشكل كبير وخطير في العراق، اللي يعتبر من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، اللي ينخر جميع مفاصل الرئاسات الثلاث سواء قضائية تشريعية تنفيذية. وذات السياسة وثقافة وأسلوب حياة هذه الأحزاب المتحالفة على حكم العراق، وبالتالي تحول الفساد بحكم الرعاية الحزبية إلى دولة رديفة هي من تتحكم بالكثير من مفاصل الدولة. ومن هنا فظاهرة فقدان السجلات الجنائية من أرشيف وزارتي الداخلية والعدل وبشكل مستمر هي إحدى مخرجات هذا الفساد المؤطر مؤسساتيا، والذي يشمل حماية المجرم وتدويره بعد إطلاقه مرة أخرى ليعيد جرمه. بالضبط، يعني هناك ظاهرة إخفاء للسجلات الجنائية، وهو يمثل إعادة تدوير للمجرمين وإطلاقهم كما تفضلتم لمصلحة من يتم ذلك إذا كان المجتمع العراقي هو المتضرر الأول والأكبر في هذا الموضوع. أخي الكريم، هناك سياسات داخلية واستراتيجيات خارجية لإبقاء العراق خارج المنظومة الأمنية لضمان ديمومة عدم استقرار ومن ثم ضمان استمرار الوصاية عليه في مقدمتهم النظام الإيراني والذي يتواءم معه في هذا الأمر السياسات الأمريكية. هذا من جانب.
من جانب آخر أخي، هذه الأحزاب وميليشياتها تعتاش على حالة اللاأمن والفوضى اللي من خلالها حقق غاياته وأهدافه المالية والسياسية عن طريق حماية شبكات الجريمة المنظمة وتسيير حركتها وتنفيذ أجنداتها في جغرافيات متعددة أينما توجد في العراق. نعم، ما الدور الذي تلعبه الميليشيات في العراق في ظل ارتفاع نسب الجريمة، وكيف ساهم انفلات السلاح في تنامي هذه الظاهرة؟ نحن عندما نناقش أي حدث ضمن مفهوم الجريمة المنظمة التي اتصفت في العراق بالتنظيم والاستمرارية والانتشار، نرى أن وراءها تقف منظومة متكاملة لإمكانيات دولة، وهذه المنظومة متمثلة بالميليشيات التي تقف وراء ارتفاع نسبة الجرائم المختلفة والمتعددة سواء الخطف أو اتجاه السلاح والمخدرات أو تهريب الآثار وغيرها. نعم، هذه الجرائم وغيرها أخي سجدت في الإرهاب الموجه لتشكل إرهاب منظم محمي سلطويا. أما السلاح المنفذ في ظل غياب القانون وضعف دور الأجهزة الأمنية وعدم الثقة فيها والتي هي من مخرجات العملية السياسية الهجينة في العراق، قد أعطت فرصة لبعض العشائر لتسليح نفسها بمختلف الأسلحة وتصم قوانين خاصة بها. نعم، وهذا يتناغم توجه الميليشياوي في العراق. نعم، من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لك.